وحول نفس الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المتحدث باسم حركه حماس حازم قاسم. اهلا وسهلا بك سيد حازم. بدايه نتساءل، هل قرار حماس ياتي استجابه للضغوط الاقليميه التي مورست عليها خاصه بعد تضييق الحصار على غزه، ام انها ربما تحاول الانسحاب بشكل او باخر من العمل الحكومي واعبائه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرار هو استجابه لمجموع الحراكات الاخيره في موضوع تحقيق المصالحه الفلسطينيه وانهاء الانقسام الذي يعيشه شعبنا ومؤسساتنا. القرار هو استجابه ايضا للجهد الاخير الذي بذل في الايام الاخيره لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الاخوه في حركه فتح. القرار ايضا جاء لتهيئه الارضيه اللازمه لانجاز المصالحه. حماس قبل ذلك تخلت عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومه حينما تنازلت عن ذلك طوعا للرئيس عباس في عام 2014 لتشكيل حكومه اليسار برئاسه الدكتور رامي الحمد الله. اذا حماس تقدم خطوه ايجابيه كبيره لشعبها، خطوه يعني واشاره قويه باتجاه تحقيق المصالحه، ليس يعني استجابه. طيب سيد حازم، هل تتوقعون بالمقابل رد فعل ايجابي من طرف السلطه الفلسطينيه عقب هذه الخطوه؟ نحن في الحقيقه نتمنى ذلك، نتمنى ان يلتقط الرئيس عباس هذه الاشاره الايجابيه من حركه حماس، وان يلتقط هذا الجهد المصري المبذول، وان يلتقط معظم الفصائل التي اجمعت على اهميه ان يبادر الرئيس عباس بالخطوات المطلوبه منه، على راسها تمكين حكومه الوفاق من العمل في قطاع غزه، ان يوجه دكتور رامي الحمد الله ان يوجه حكومته يعني ان تقوم بمسؤوليتها في القطاع، ثانيا ان يلغي كل الاجراءات العقابيه التي اتخذها قبل ذلك في قطاع غزه، والاهم من ذلك كله ان على الرئيس عباس ان يتخذ قرارا ذاتيا بانهاء منطقه التفرد بالقرار الفلسطيني، وان يعمل وفق مبدا الشراكه، ان يكون الكل الفلسطيني شريك في القرار الفلسطيني العام، وان تجد كل هذه الفصائل سويه لصياغه المؤسسه الفلسطينيه الجامعه من جديد بعد حاله الترهل التي اصابتها. اذا ما هو مطلوب من الرئيس عباس هو كلام جوهري واستراتيجي، وليس فقط اتخاذ يعني قرار بانهاء العقوبات التي فرضها مؤخرا. اشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم حركه حماس حازم قاسم، حدثنا عبر الهاتف من غزه.